بالخير والرضا دوما يتجدد اللقاء. الحلقة هتكون محلية إلى حد كبير جدا أو محلية بامتياز، لكن مش هنقدر ننسى اللي احنا اشتغلنا عليه من أول الأسبوع، يعني حادثة بريطانيا وتداعياتها. صحيح رئيسة الحكومة تريزا ماي عايزة بأي شكل من الأشكال تاخد الحكاية للمكسب بتاعها علشان تعطل جزء من المفاوضات اللي المفترض ان الرئيس بتاعنا هيعملها وهو في الولايات المتحدة، والمتعلقة بتسمية الجماعة اياها انها جماعة ارهابية. ولان الحكاية مش دايما هتمشي زي ما اصحابها عايزين، وده اللي كنت بحاول اقنع بيه الاستاذ احمد الخطيب، تعالوا نعرف المستجدات النهاردة لانها بجد مستجدات. حتى لو النتائج مش باينة قدام عينينا، ما هو بين السطور هو اللي نفسه طويل لأنه قادر يقرأ ويقدر يتوقع كمان النتائج. خلونا أقول لحضراتكم أن وزيرة الداخلية البريطانية، ما هو بعد تريزا ماي ما مشيت اللي مسكت وزارة الداخلية في إنجلترا واحدة ست كمان، وجهت خطاب شديد اللهجة لشركات الرسائل المشفرة. يعني إيه الرسائل المشفرة؟ يعني الواتساب. وطلبتهم بأنها هذه الشركات، شركات الواتساب، تسمح لأجهزة الاستخبارات انها تصل الى الداتا بتاعت الواتساب. ليه؟ لان اصبح من شبه المؤكد ان هناك محادثات تمت ما بين خالد مسعود الراجل بتاع حادثة ويست مينستر، انه تبادل رسائل الواتساب قبل دقايق من الهجوم، وكل الخطوات تم التواصل بشأنها مع عناصر داعش في الخارج. تخيلوا بقى. طيب الوزيرة اللي قدام حضراتكم دي اللي اسمها أميرة رود، قالت دي وزيرة الداخلية البريطانية، قالت انه من غير المقبول على الإطلاق ان اي شركة من شركات الواتساب او من هم على مثلتها انها تكون بشكل او بآخر مجرد حاضنة لتمكين الإرهابيين من ترتيب أوراقهم، وانها كمان تكون حائل دون وصول الاجهزه الامنيه يعني النقاط اللي بيتم فيها صناعه المؤامره. ده معناه ببساطه شديده ان الروايه دي اللي على لسان وزيره الداخليه البريطانيه بتقف في مواجهه روايه تريزا ماي اللي قررت ان هي تسبق الكل بلا تحقيقات بلا اي كلام، إن هذا العمل عمل فردي وليس عمل منظم وليس له علاقة بأي جماعات إرهابية. ده كان كلام تريزا ماي. طيب علشان إحنا كمان نبقى قادرين يعني نربط الحاجات مع بعض، خلوني أقول لحضراتكم كلنا وقتها قلنا لحضراتكم إن السفارة السعودية في المملكة المتحدة قدمت لبريطانيا ما يثبت ان خالد مسعود اشتغل مدرس في السعوديه لثلاث سنوات، والبيان ده صدر عن القنصليه السعوديه في المملكه المتحده. وكمان الحقيقه البيان اشار ان كان له علاقه بواحد من الشيوخ اللي تم تصنيفهم في بريطانيا على انهم شيوخ تطرف وشيوخ ارهاب، وانه تعلم على ايديه اثناء تواجد هذا الرجل في السجن في لندن. يعني الحكاية ليه كده؟ ومش دي برضو بريطانيا اللي استقبلت العريفي؟ فاكرين الشيخ العريفي؟ فاكرين لما راح عمل خطبة الجمعة الشهيرة إياها في جامع عمرو بن العاص، وجمعوا له من كل نسميهم إيه؟ مش عارفة، الأتباع اللي بلا عقل، واللي قعدوا فتحوا الصندوق وقال لك محدش يطلع غير لما تتبرعوا. فاكرين التبرع كان لإيه؟ مش برضو الشيخ العريفي ده اللي استقبله المعزول مرسي بالصدر المفتوح، وبعدها طلع يبيح دم الناس في سوريا؟ مش برضو الشيخ العريفي ده اللي لما راح لندن الدنيا قامت ما قعدتش لحد ما قدرت جمعيات تقنع الحكومة البريطانية إن ده شيخ إرهابي؟ بس الشيخ العريفي موجود في بلاده عادي، يعني هو موجود في السعودية عادي، لا هو في سجن ولا حاجة. تبقى المسألة هنا محتاجة ان احنا نبحلق، علشان الرؤية المصرية للإرهاب قالت ان الحالة واحدة، يكون اسمها مرة إخوان،
يكون اسمها مرة سلفيين، يكون اسمها جبهة النصرة، يكون اسمها فتح الشام، يكون اللي يكونه، ما هي الحكاية واحدة. ولأن الحكاية صناعة المخابرات البريطانية بالأساس، فلازم تبقى طول الوقت المجموعة اللي بتشغل القطيع هي اللي بتجيد استخدام التكنولوجيا اللي بيتم التدريب عليها في أماكن الاستخبارات البريطانية. يعني بريطانيا هنا نصدق فيها تريزا ماي ولا وزيرة الداخلية، ولا نستنى شوية وما نستعجلش في إطلاق الأحكام لأن اللي جاي تقيل؟ تعالوا نشوف لما موقع 24 الإماراتي يعمل في جزء من شغل كتير عامله هايل الحقيقة عن علاقة الإخوان بالدولة البريطانية بالمملكة المتحدة، ونشوف مين هو العريفي ده، علشان وقتها الخناقات هنا في مصر كانت لطيفة جدا، شبه حاجات كتير من اللي بنعيشها لحد دلوقتي. تعالوا نشوف. وعندما يغيب القرضاوي يعوض عنه محمد العريفي، كما كتبت الصحف الإخوانية محتفلة به. هو الذي حل ضيفا أولا على الحكومة الإخوانية عند فوز مرسي بالحكم، واحتل المنابر الدينية حينها، ونقلت القنوات الإخوانية خطابه مباشرة. ولأعلن الحب المعطر نفحه بشذا الورود ونفحة الأخلاص. وهو الذي كان من أكثر المحرضين على القتال الطائفي ومبشرا بالخلافة الداعشية. ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم تعود خلافة على منهاج النبوة، فنحن اليوم نتبرع. أقسم بالله أنها قادمة. محمد العريفي هذا هو الآخر، كانت لندن مرتعا له، كما كان أبو مصعب السوري من قبل، إلى أن صدر قرار بريطاني يمنع دخوله شهر يونيو حزيران الماضي، بعد أن ثبت أن 3 بريطانيين ممن حضروا خطبه في مساجد بريطانيا توجهوا للقتال في سوريا. فجأة بات أكثر ما نصدره للعالم هو الإرهاب، لكن لا يجب أن نفاجأ، يقول الباحث في مركز كويليام البريطاني لمكافحة التطرف هراس رفيق. فالمملكة المتحدة تدعم الجماعات الإسلامية المتطرفة مثل جماعة الإخوان المسلمين وفروعها منذ عقود، فيما كانت هذه الجماعات تلقن شباننا أن عليهم الانضمام إلى صفوف الصراع لإنشاء خلافة يوتوبيا إسلامية، ومن ثم توسيعها في جميع أنحاء العالم. إذن لا يجب أن يفاجأ الباحثون اليوم بكل هذا التاريخ، من البنا مروراً بأبي مصعب السوري، وصولاً للقرضاوي والعريفي، وللمشهد الأخير الذي هز البريطانيين، فالرجل الداعشي الذي نحر الصحفي الأمريكي تبين أنه واحد من 3 محتملين من البريطانيين الذين انتقلوا للقتال في سوريا على وقع خطابات تحريض كخطابات القرضاوي والعريفي وغيرهما. أرجو بس أن احنا نكون بننعش الذاكرة على أشياء مهمة. احنا واثقين أن دولتكم اللي فهمت مبكراً أن الإرهاب حالة واحدة، واللي واجهت العالم كله لحد دلوقتي المواجهة شغالة على الأقل مع بريطانيا، إن مفهوم مصر للإرهاب ليس بالضرورة أن يتوافق مع المفهوم البريطاني للإرهاب، لكن من الواضح إن الأرض بتقرب من الرؤية المصرية للإرهاب، وإن الجميع هياخدوا وقتهم وهيخسروا اللي يخسروه لحد ما يستوعبوا الدرس اللي مصر بقيادتها قدرت تستوعبه سريعا. طيب، قدرة الإرهاب على استخدام التكنولوجيا الجديدة، وفكرة إن الواتساب اللي البعض معتقد إن هو خارج إطار المتابعة الاستخباراتية، وإن في توافقات ما بين الشركة المشغلة للواتساب وبعض أجهزة الاستخبارات، مش كل أجهزة الاستخبارات. خلوني أروح للواء محمود الرشيدي، مدير الإدارة العامة للمعلومات والوثائق ومساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء، يعني الآن يتم الحديث عن استخدام منصات التكنولوجيا، منصات الواتساب، ومفاجأة على الأقل هي في مواجهة قراءة تريزا ماي التي أقل ما توصف به أنها متسرعة. فأمن المعلومات، كل التكنولوجيا التي تنقل بكل هذه الطرق، خطوط الفايبر وغيرها، كلها قابلة للمراقبة؟ كلها ممكن تكون أدوات من أدوات حروب الجيل الرابع؟
سيادة اللواء. ألو، أهلا أستاذ أماني، برحب بحضرتك طبعا وبحييك على المقدمة الجميلة بتاعت حضرتك. ربنا يخليك. عاوز أقول لحضرتك إن النغمة اللي إحنا بنسمعها دلوقتي حاليا وسيادتك أشرت ليها اللي طالعة من بريطانيا دي فوجئنا بيها طبعا حينما انقلب السحر على الساحر. وإحنا من زمان بننبه على إن الإرهاب دوت هو إرهاب واحد في كل مكان في العالم مهما كانت الأيديولوجيا. واللي عاوز أقوله لحضرتك إن النهاردة السوشيال ميديا والإنترنت أصبحت مرتع خصب لممارسة الإرهاب، وجميع الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية بتعتمد اعتماد شبه كامل النهاردة على استخدام السوشيال ميديا في كل الأكتيفيتيز أو الأنشطة بتاعتها، سواء كان تدريب أو تلقي دعم مالي أو إرسال معونات معينة أو دورات تدريبية أو اتصالات، وهو ما حدث في الحدث البريطاني الأخير. وللأسف الشديد إن كل السيرفرز أو الخوادم اللي هي ماسكة الأدمن أو الأدمنستريشن بتاع الإدارة كل الواتساب والفيسبوك والإنستجرام كلها موجودة في الدول الغربية وأمريكا. تمام. وبالتالي هم على قدرة وعلى إمكانية من التتبع هذه الاتصالات، ولكن برضو باعتبار ان هذه المنظمات واتساب انستجرام وما لذلك الشركات دي شركات خاصة، ان هي عاملة برضو برايفسي وكونفيدنشاليتي لليوزرز بتاعتها بحيث انها بتأمن رسائلهم عشان شغل خاص بيها. ولكن طول العلم حضرتك بقى يعني من الاخر طول ما كان الإرهاب بعيد عنهم وكان إحنا بنتكوي بناره فهم كانوا يعني بعاد شوية، أما حينما اتكوا بنار الإرهاب وعرفوا أن هناك اعتماد كامل واستخدام غير مشروع للسوشيال ميديا في عمليات الإرهابية ابتدت تقول ويتكلموا مع الشركات دي أن إحنا عاوزين والله نراقب ونفك الشفرات ونعمل صحيح بالضبط. ويمكن أرجع لحضرتك يا أستاذة، يمكن من أكتر من سنة كان سيادة الرئيس كان طالب بتدخل الأمم المتحدة ولا بد من تعاون دولي، وده لا مفروض تعاون دولي في مواجهة الاستخدام غير المشروع وغير الآمن للإنترنت والسوشيال ميديا في العمليات الإرهابية، وده ضروري جدا جدا جدا. هياخد وقت يا سيادة اللواء عبال ما يقتنعوا زي الرؤية المصرية للإرهاب. ما هو حينما انقلب السحر على الساحر خلاص ياخدوا الوقت ده بقى. صحيح. وقبل كده حصل في فرنسا وفي أمريكا نفس الكلام. صحيح. احنا هنبقى يعني احنا ماضيين في طريقنا وهنفضل طول الوقت عينينا على التطورات بتاعتهم، ويستغرقوا اللي يستغرقوه لأنه كله سيدفع الثمن. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، مدير الإدارة العامة للمعلومات والوثائق مساعد وزير الداخلية الأسبق سيادة اللواء محمود الرشيدي. وده معناه بشكل مباشر إن اللي قالته السيدة رود وزيرة الداخلية البريطانية إن هناك بعض أجهزة الاستخبارات وسمت الاستخبارات الأمريكية عندها بروتوكول تعاون مع شركات الواتساب، منصات الواتساب، ومسموح للمخابرات الأمريكية أنها تكشف عن هذه المعلومات، وهي تطالب بأن منصات الواتساب تعامل الإنجليز كما يتم معاملة الأمريكان. طيب، بما أن الإرهاب بهذه الطريقة وبهذا الشكل، إحنا رؤيتنا للإرهاب استبقت الجميع وشغالين عليه، وزي ما إحنا عارفين احنا مكملين في عملية حق الشهيد ومش هنعلن توقفها الا في اللحظة اللي القائمين فيها على ادارة هذه العملية يبقوا عارفين كويس ايه اللي بيتم جواها. علشان كده انا بتمنى من حضراتكم لازم على الاقل كل يوم نشوف ايه الجديد اللي موجود على صفحة المتحدث العسكري، لان احنا متفقين ان المثلث بتاع رفح العريش الشيخ زويد ده مثلث، وان محاولة تضخيم مشهد العريش اعتمادا على استخدام بعض النساء وبعض الأطفال باعتبارهم بعيدين عن التتبع ده مشهد. الكل يمكن يكون شاف اللي قاله المتحدث العسكري بالأمس والإنجاز اللي حصل. والحقيقة أنا بس اللي يهمني مش التفصيلة اللي موجودة على الصفحة قد ما بطالب حضراتكم إنه على الأقل من واقع المسؤولية من فضلكم كل يوم احنا محتاجين نبص على الصفحة حتى لو سمعناه في نشرة من نشرات الأخبار لعل يكون تم نقله بصورة أو بأخرى غير صحيحة.
طيب النهاردة أنا بستشهد بيه ليه؟ لأن دي الرؤية المصرية اللي قلت لكم في وقت من الأوقات هيجي الزمن على هذه الدول المتقدمة هتطلب مننا خبرتنا في الحرب على الإرهاب وهنقايضها اقتصاديا لأنها هتتحول إلى منتج مصري 100%. ولأن الحالة المصرية هي عنوان الحلقة خليكم معايا لبعد الفاصل.